رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع النجم كابتن هاني. برحب بيك مرة تانية. قول لنا بقى بتعمل ايه في رمضان؟ طقوسك بشكل عام. رمضان طبعا ده احسن شهر في السنة بالنسبة للمسلمين كلهم. انا بالنسبة لي هو عبادة وصلاة وصوم وقراءة قرآن وطبعا لو في تمرين بعد الفطار بنتمرن وبس يعني. لكن طبعا الواحد بيتمنى ان الشهر يعني شهر رمضان ده يبقى طول السنه بصراحه، يعني الواحد بيبقى في حاله نفسيه حلوه جدا. طبعا عايز اقول كل سنه وانتم طيبين الساده المشاهدين، ونحاول ان احنا نغتنم الشهر ده بشكل كبير جدا في العباده وفي الصلاه وفي الصوم وقراءه القران. يعني في حاجة معينة بتستناها في رمضان؟ يعني بتستنى رمضان علشانها؟ غير ان يومك كله عبادة يعني. لا والله يعني لا، ما فيش حاجة معينة، لكن هي حتة زي ما قلت لك، بس القرب من ربنا ده بيبقى بكثرة شوية في الشهر ده، والواحد بعد ما رمضان بيخلص بيحاول ان هو يفضل يتعامل بالشكل ده في طول الشهور اللي بعده. لكن طبعا ظروف الحياة والشغل والحاجات دي بتخليك ان انت برضو تأثري شوية. يعني لحد دلوقتي من كل النجوم اللي لعبت معاهم، في تواصل دلوقتي مع اي نجم اللي لعبت معاهم؟ اكيد طبعا، يعني الكورة طبعا مش متوقفة بس ان انت بتبقي لعيب في فرقة، وبعد ما بتبطلي او بعد ما تبعدي عن الفرقة دي خلاص الموضوع العلاقة بتنتهي. يعني لا طبعا بيبقى في تواصل، ولما بنتقابل في اي مكان خارج الملعب في اي مكان في الشارع حتى بنتقابل وبنتكلم بشكل كبير جدا. لكن حكم الشغل بس هو اللي بيحكم على الواحد، ان طبعا في ناس بتبقى موجوده في اسكندريه، موجوده في اسماعيليه بحكم شغلها، فالعلاقه بتبقى عباره عن تواصل بس بالموبايل او شات او الحاجات دي. لكن طبعا في لعيبه كتير طبعا بتواصل معاها لحد دلوقتي، والحمد لله ربنا يديم الصداقه دي. يعني تواصل بشكل سطحي، يعني مفيش حد مثلا قريب منك تكلمه وتحكي له الموضوع نديب ويا؟ لا، في كابتن احمد عادل طبعا، ده عشان برضو موجود معايا في اسكندريه فهو حبيبي جدا، وبنتقابل تقريبا كل 3 4 ايام كده بنتقابل. وفي لعيبه تانية كتير برضو، في محمد سمير وفي صلاح امين معايا طبعا في الجهاز الفني نادي سموحه. فصلاح طبعا يعني اخويا برضو، ومن اللعيبه المحترمه الجميله اللي الواحد فخور ان هو يعني يتعرف على واحد صلاح امين. يعني لا، انت كهاني بقى بشكل عام، مين اقرب حد ليك؟ ممكن مثلا لو انت دلوقتي مخنوق هكلمه دلوقتي احكي له؟ لا انا لما مخنوق ما بكلمش حد. تقعد ساكت. شخصية غامضة انت برضو قوي يا كابتن. لا مش غامضة، بس انا مش اجتماعي قوي يعني. بس لا، عمري فكرت ان انا اشتكي لحد في حاجة تخصني يعني. الحمد لله بقدر احل مشاكلي بنفسي يعني. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ لا، السوشيال ميديا بالنسبة لي صور لا اكتر. يعني انا ممكن اكون بحب الصور شوية، فعندي انستجرام عندي فيسبوك، بحاول كل فين وفين ان انا انزل مثلا صورة. لكن السوشيال ميديا بشكل عام انا شايف ان هي مضرة جدا، مش حاجة كويسة خالص. فالناس بتتعامل معاها بشكل خاطئ بشكل كبير جدا. حتى التواصل دلوقتي ما بين العائلات وما بين الاصدقاء بقى عبارة عن بوست وصورة وكلام. ده الأول ما كانش فيه الكلام ده خالص. أول كنت بتروح لواحدة صاحبتك مثلا، أو واحد صاحبك بتروح له، بروح له البيت، هو بيجي لي، حد مريض، حد توفى لا قدر الله، بتروح تعزي بنفسك. دلوقتي النعي حتى كمان بقى موجود على السوشيال ميديا. في الموضوع أنا شايف إن هو عمل فجوة كبيرة جدا ما بين الناس وبعضها، وأنا شايف زي ما قلت لك الناس برضو بتتعامل معاها بشكل خاطئ يعني. طب علاقتك ايه بالمطبخ في رمضان؟ تعرف تطبخ وكده؟ والله انا اكتشفت ان انا ما كنتش بحب الاكل وانا بلعب، لكن بعد ما بطلت ما اعرفش. مش حته ان انا اطبخ. لا انا ما بحبش اطبخ ولا ليا في الموضوع خالص. لكن ممكن الواحد عشان ما بقاش بيتمرن او كده، فممكن تكون الشهيه اتفتحت شويه، فالواحد بدا يحب الاكل، بدا يركز في الاكل.
فالحمد لله يعني مش باين عليها لحد دلوقتي، لكن ربنا يستر بعد كده. لكن في رمضان طبعا الواحد لازم يحافظ على نفسه بشكل كبير جدا، لان طبعا انت لو سبت نفسك في رمضان الموضوع هيكبر. يعني انت من الناس اللي بتحب تاكل في رمضان؟ لا، هو هي وجبه، يعني هي وجبه بتاعت الفطار والسحور بقى لو في سحور مثلا زبادي بتاع حاجات كده، حاجه لايت وخلاص يعني. لكن بتكلم عامه غير رمضان يعني. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟